سبب وفاة ليام باين داخل أحد فنادق الأرجنتين ولقطات من موقع الحادث. ما حصل قبل دقائق مرعب. تصدر خبر وفاة المغني ليام باين للترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وفي التفاصيل، ذكرت صحيفة لاناتيون الأرجنتينية المحلية أنه جرى العثور على مغني فرقة وان دايركشن السابق ليام باين ميتاً خارج فندق في العاصمة بوينس آيرس. ونقلت عن خدمة الطوارئ أنه تم العثور على الموسيقي البريطاني البالغ من العمر 31 عاماً ميتاً بعد سقوطه من الطابق الثالث في الفندق الذي كان يقيم فيه في الأرجنتين. وقال المتحدث باسم وزارة الأمن في بوينس آيرس بابلو بوليسيكيو في تصريح لوكالة أسوشيتد بريس إن باين ألقى بنفسه من شرفة غرفته في الفندق. وتابع أن الشرطة ذهبت إلى الفندق بعدما تلقت بلاغاً طارئاً حول رجل عدواني قد يكون تحت تأثير المخدرات أو الكحول. وتحدثت العديد من تقارير صحفية عبر المواقع العالمية عن سبب وفاة ليام باين المغني الشاب. ووفقاً للإعلام الأرجنتيني، فإن وفاة ليام باين بسبب خيانة صديقته له وحملها غير الشرعي، حيث يقال إنه سقط هو بإرادته لإنهاء حياته. وسبق وأعلن ليام عن لم شمل أعضائه، وذلك في الذكرى السنوية للفريق. وكشف في تصريحات صحفية قبل رحيله عن أنه وهاري ستايلز ولويس توملينسون ونيال حوران سيشاركون في خطط لم الشمل، بينما زين مالك يفضل الغياب. ونشر موقع تي أم زد صورة تظهر جثة ليام على سطح خشبي في الفندق مع وجود طاولات ومقاعد قريبة. وكان باين قد حضر في وقت سابق من هذا الشهر حفلاً موسيقياً لزميله السابق في الفرقة نيل هوران في بوينس آيرس. وكان باين صريحاً في وسائل الإعلام بشأن معاناته من الإدمان وقضى بعض الوقت في منشأة لإعادة التأهيل. Morning everybody. Here's a little video of me. It's rude to put hats on the table. Sorry. Is it your hat? وكان آخر ظهور لباين أمس الأربعاء، حيث نشر مقطع فيديو عبر حسابه على سناب شات عن رحلته في الأرجنتين، متحدثاً عن ركوب الخيل ولعب البولو، ويتطلع إلى العودة إلى المنزل لرؤية كلبه. وقال في الفيديو إنه يوم جميل هنا في الأرجنتين. تابعوا كل الأخبار الفنية من خلال موقعنا جديدها.com، واشتركوا بقناتنا على يوتيوب لتصلكم أخبار الفنانين.